محمد الغامدي عرف في الصحافة الرياضية منذ زمن قديم جدا، وعرف أيضا أنه يميل ويشجع الفريق النصراوي، لكنك على مدار هذه السنين يمكن أكثر من ربع قرن أو أكثر لم يستطع محمد الغامدي أن يضع نفسه ضمن مصف الإعلاميين اللي يقال عنهم رموز في الإعلام النصراوي. ليش؟ أنا قلت لك الإعلام النصراوي أولا يمثل أسماء كثيرة صراحة بارزة ومتعددة وتعد الأبرز في الإعلام الرياضي. أنا في منظوري عملية أني أكون رمز من الإعلام النصراوي هذه يحددها الجمهور، وإن كنت أنت بسؤالك هذا تضعني في خارج هذا الإطار، لكن أنا أقول لك بصراحة أنا راضي عما قدمته بغض النظر أكون رمز أو غير رمز. جميل. رغم السنين الكثيرة اللي مضيتها، يمكن كل حياتك الصحفية، وأن كنت الآن مبتعد عن موضوع وجودك في عكاظ، لكن يمكن 99% من وجودك في الإعلام الرياضي كانت في صحيفة عكاظ. لكن في المقابل محمد الغامدي لم يستطع أن يأخذ حق النصر في القسم الرياضي في الصحيفة في الحقبة اللي هو جلس فيها، إما كرئيس قسم أو مدير تحرير أو حتى مدير إقليم. شف ماجد، عكاظ تختلف عن الصحف الأخرى، خصوصا حتى الصحف الغربية بشكل عام تختلف عن الصحف المنطقة الوسطى. عكاظ مسارها صراحة المسار، خلنا نقول، الحيادي والموضوعي في العمل. هناك رئيس تحرير. لحظة، صحف المنطقة الوسطى غير حياديين؟ طبعا. شلون؟ لا جدال في ذلك، فسر لي اياها. انا اقول لك كانت هم رؤوس التعصب الرياضي. وانتهت ولا لا زالت؟ انتهت مع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي وتويتر في ذلك الوقت، اكس حاليا. يعني مش بخيارهم. وسائل التواصل. يعني مش بخيارهم، انتهت غصبا عليهم. طبعا طبعا هم كانوا يعيشون في ازدهار عظيم انهم يسيطرون على مفاصل الإعلام الرياضي وخاصة في المنطقة الوسطى. طيب، وش تصنف عكاظ؟ وش تصنف المدينة، البلاد، في نظر واحد من اللي أمضوا زمن طويل في الإعلام الرياضي؟ عكاظ تميل إلى مين؟ شوف، لا خلنا قبل ما نبدأ ماجد، على السريع عطني واحدة بس. خلنا نقول 60% إلى الاتحاد، ولكن لا تبخس حق الأهلي. شفت أوكي. الفارق؟ المدينة 60% اتحادية أو 70%، لا تبخس حق الأهلي. البلاد أهلاوية ولكنها لا تبخس حق الاتحاد، والندوة أهلاوية ولكنها لا تبخس حق الاتحاد. العكس من ذلك تماما. حقيقة عشت هذه الحقبة وأنا أبصم بالعشرة أنها كانت تقطر تعصبا. لذلك نجحت، ممكن نجحت لمن هو هلالي، لكن أنها تستحوذ على جماهير غير هلالية. لا أفهم كلامي، نجحت في التأثير على الرأي العام في مرحلة من المراحل. أنا أعتقد أنها نجحت في التأليب على نادي الهلال، والعكس تماما، يعني بمعنى أن الهلال من خلال كان مكروها. طيب، ولذلك أنا أجد مارست دور تعصب الرياضي، وكانت هي من تحمل بصماته في الإعلام الرياضي السعودي. طيب جميل، كان لها تأثير سلبي، وركز في كلامي، على القرار داخل مقر نادي الهلال، بمعنى كانت تؤثر على شيء الرئيس، جيبة رئيس، شيء المدرب، إبعاد لاعب، وكان لها جوانب سلبية في هذا الموضوع؟ لا، أنا أعتقد كانت تؤثر إيجابا. يعني تأثيرها كله كان إيجابا. كان إيجابا للهلال، لأنها بلا مؤاخذة يا ماجد تعتبر صحف حائطية للهلال، ولا يعني اسمح لي في هالكلمة، لكن هذا الواقع. يعني
80% من أخبارها وتقاريرها وأحداثها ومقالاتها عن الهلال. لو حصل لك أنت في عكاظ بتسوي نفس الشيء للنصر؟ لا. وشو لون لا؟ أنا بقول لك، شوف رئيس التحرير، الحق يقال رئيس التحرير الدكتور هاشم ومن بعده من رؤساء التحرير كانوا حريصين على الحيادية والموضوعية في العمل الرياضي. قد يحصل بعض الميول هنا وهناك، لكن لا تصل إلى درجة الإسفاف. وصل هذا الجانب. يا ساتر. لا تزعل مني يا ماجد. لا ما أنا جبتني هنا أقول الصراحة. لا أنا حقك حقك. ليش أنا برضو سائل ولست ناقل. أنا أسأل. أنا أقرأ. أنت أقرأ. تلام أنت تلام على ما تقال. أنا أقرأ يوميا مثل ما أقرأ الصحف. شوف أنا بقول لك حاجة. أنا أعيش في المطبخ الصحفي. أنا بقول لك حاجة. مارست العنصرية والانتهازية في عدد من اللاعبين. طيب أنا بقول لك هذا حاجة. ما يبغى لها جدال. أنا بقول لك حاجة. لا تستغرب هذا الأمر. أنا أستغرب أنك تستغرب. سامي القرشي قال كلام هو كلامه، مش كلام ماجد تويجري. زعلوا مني هلاليين كثير، بس أنا بالنسبة لي من الداخل راضي لسبب واحد، لأني أنا ناقل. صحيح صحيح. ناقل ما أنا يشغل. أتفق طيب معك. محمد الغامدي في المراحل اللي برضو كان فيها في القسم الرياضي كمحرر ولا رئيس قسم ولا مدير تحرير ولا مدير إقليمي، كنت يعني تقدم شخصية، وإن كانت الناس كلها عارفة أنك نصراوي، تقدم شخصية الإعلامي اللي يميل شوي للهدوء للاتزان. ما في إسفاف. لكن لما طلعت على الفضاء وتحديدا في قناة 24 قدمت لنا شخصية مو باللي شايل علم، اللي لابس ثوب أصفر وأزرق وطاقية صفرة وزرقة. ها ما عندي طاقية. ها ما عندنا طواقي. ما لي شغل في الطواقي. لا أنت أنا أتكلم الطاقية صفرة وزرقة. ما تلبس تحت شماغ طاقية. لا لا دائم كذا أنا مفرع. متأكد بالشيك على سيارتك الحين. المهم ليش هذا التحول في شخصيتي؟ ما في تحول. شوف محمد، ابى اقول لك شيء. لا لا دقيقه لما اقول لك في سؤال شيء واقعي لا تقول لي لا. اوكي انا ما اتكلم عن محمد الغامدي. يعني اللي اقول لك نعم لا ما تقول. انا ما اتكلم عن ليش التحول هذا. ما اتكلم عن محمد الغامدي اللي اذا جلس في مجلس مثلا طلال الرشيد وعبد الله يتحدث عن النصر وحبه وعشقه ولا في اي مكان. انا اتكلم عن محمد الغامدي اللي تدخل عليه مكتبه حتى لو انك اكبر متعصب هلالي وتقعد معه تلاقيه يناقشك بطريقه موضوعيه. انا اقول لك ايش تحول هذا الموضوع بعد عكاظ؟ لماذا؟ لا مو شوف، انا درست الصحافه وعملت في عكاظ منذ ان كنت طالب، وحاولت بشتى الطرق ان اكون حيادي وموضوعي، وكلما حاولت كلما سحبت من غلاة التعصب. يعني بصراحة هم جروني كثيرا إلى هذا الوحل، والسبب أنك إما تصير مثلهم متعصب أو أنك خارج المربع. بالنسبة لي يكون خارج أفضل لي. معليش معليش. من أنه ناس تجي تأثر على شخصيتي. لا 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 لا. وتهز الصورة الجميلة اللي كانت مخلودة عني. الحمد لله أنا صورتي جميلة. أنا أرد الآن. مو أنت اللي تقول. لا لا ماجد ماجد. مو أنت اللي تقول. أنا ما يهمني الرأي الهلالي. الهلالي لا يهمني رأيه. بدايتي كانت هذه البداية، وعملت وحتى في برنامج كورة كنت أمارس الحيادية، لأن مقدم البرنامج سياسته الحيادية والموضوعية. أوكي. فأصبحت بهذا الجانب. أوكي. هذا المنزلق إذا جاك ضيوف يمارسون كل أنواع. إن جاني مجنون أمشي وراه. ما عليش ما عليش. لا تأخذ لا لا تأخذ المثل هذا على أنه إلا بالرياضة. لا إلا هذا لا. أنا أعتبرهم. لا أعتبر أنا لازم أتصدى. أنا بعطيك لا نقطة. أتصدى لكل محاولة اللي فيها الإساءة للنص. أبعطيك نقطة فقط. كيف ترضى لنفسك، لأن يقول عنهم مجانين الصحافة والإعلام الرياضي من هم انزلقوا علينا أو دخلوا علينا من خلال طائرات وبراشوت. أوكي. كيف تقبل لنفسك أنك تجلس على كرسي قبالك واحد ما يجي شعرة من شعراتك في الإعلام الرياضي، وممكن يرفع صوته عليك، وممكن يهينك، وممكن يصير لك كل شيء؟ كيف تقبل؟
كلها حباً في الظهور؟ لا شوف الظهور لا، لكن بعض المرات للأسف البرامج تريد كذا، تريد إثارة، وقد تكون إثارة مفتعلة. يا أبو فوز خلنا أقول لك يا أبو بندر، معلش 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 اسمح لي ماجد. يعني اللي كانوا يطاقون عندكم في 24 كانت أفلام اللي يطاقون ويتضاربون باليدين؟ أنا ما أدري والله، ما أنا ما لاحظت هذا، لكن شباب أقول لك شيء، دائما وأنا من خلال سنوات تابعتها من يرأس البرنامج هو من يحرك البرنامج، المقدم نسبة 80-90% ممن يدير البرنامج. أنا بعطيك أختلف معك بتال القوس، لا يمكن أن يكون خارج إطار هذا العمل المهني المميز، وترك العجمة نفس الوضع، البقية لا يريدون خارج الصندوق. الآن أنا أتوسم في ناس حتى هم هلاليين، ولكن أتوسم أنهم مقدمين بارزين سيتقدمون إلى مصاف تركي وبتال. عندك أسماء إذا بغيت أعطيك جميل. أسماء لا لا ما أبغى الأسماء، كفاية ليه ليه هالبارزين ما تبغاهم؟ على كيف يعني، أنا اللي أدير الحوار مش أنت. لا طيب اسمعني طيب اسمعني، مين أقوى حاليا، الإعلام الهلالي ولا الإعلام النصراوي؟ لا الإعلام النصراوي بلا جدال. كيف وش اللي قواه؟ أول كان الإعلام الهلالي أقوى صح؟ الإعلام أول كان الإعلام الهلالي أقوى صح؟ إي ولا لا؟ ما كان في منافس، النصر مو منافس، هو قطب واحد، كيف تبغى ينافس شيء ما هو موجود؟ بعض الأقلام عندما تتحرك لا تواجه أو تجابه آلة كاملة يا ماجد، هذه آلة كاملة. طيب فيها وفيها صف من الهلاليين. عد لي من هم رموز الإعلام الرياضي النصراوي؟ بلا جدال يبقى محمد دويش أحد الرموز، أحد طبعاً وأبرزهم. أوكي. أبو سليمان أولاً كاتب مميز، مغرد رائع، وحتى وجه تلفزيوني بارز. في بعض الحالات لو سألتني قبل 10 سنوات الآن تتغير. أوكي. هذا التغير مع تغير الأحداث. طيب. أنت لو سألتني بعد فترة بعد كم سنة ممكن وليد الفراج يقول لك أفضل إعلامي إذا تغير البرنامج. ممكن تغير رأيك طبعاً بسهولة. أنا ما نبضد الشخص، لا أنا ما نبضد الشخص كشخص. ضد التوجه، ضد التوجه. جميل. عندما يقدم عمل آخر مميز سيجدني أذكر أنه الأفضل. جميل. لك عنوان شهير وشهير وشهير جدا، لاحظ كيف أنا قلت شهير وشهير وشهير جدا. أوكي. أنا ما أبغى أعيد من كنت تقصد، أبغى هل ينطبق على مرحلة قريبة مر فيها النصر ولا لا؟ يعني مثلا هل هي ينطبق على مرحلة سويكت، سويلم، أي مسلي، أي رئيس جاء؟ أيها النصراويين أو النصراويون، داؤكم بينكم فاستأصلوه. انسى مين كنت تقصد ولا ابغى. لا اقدر اقول لك. لا 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 ما ابغى هل ابغى سؤالي واضح ماجد. ابغى هل المرحله، هل العنوان ده ينطبق على مرحله حاليه مرت قريبه ولا لا ماجد؟ في الصحافه في الاعلام بشكل عام اكثر من 30 سنة لم اتالم مثل هالمقال اللي كتبته. اوكي. داءكم مزمن فاستأصلوا. صحيح. الحقيقة كنت أقصد شخصية رياضية، وكنت ندمان أني أذكرها إلى الآن، ندمان بصراحة. لكن لو جيتني سألتني في تلك المرحلة، كانت مرحلة مؤسفة مسيئة محبطة لكل النصراوي. طيب. بعدها ترى تغير الحال إلى الأفضل. طيب جميل. الآن الحقبة القريبة ما في في أحد ينطبق عليه كل ولا حتى السويكت؟ ما في ولا، بالعكس أنا أقول كل رئيس نصراوي حتى لو لم يحرز بطولة في عهده فإن له بصمة. صحيح. أنت تطبق مقولة من تزوج أمي أقول لا يا عمي مع رؤساء النصر ليش؟ يعني
التواصل، محاولة الوصول. أنا دائما أرى أو أقف مع قائد النصر، أنا بطبيعتي أقف مع قائد النصر، حتى لو هو على خطأ. لا بالعكس، أنا بيني وبين كثير من الرؤساء إذا في خطأ أتواصل معه بالتليفون وأعلمه وأطلع اللي عندي. ما عندي جورك مستشار إعلامي؟ لا مو مستشار، بس أنا علاقة. شف أنا بعطيك مثال، الآن فيصل بن تركي الله يعطيه العافية يذكره بالخير، بعد ما ترك الرئاسة انسحبت منه. صفوان سويكت انسحبت، معناته مصلحتي انت. لا 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 لا، مصلحة المصلحتي هو اللي ياخذ شيء. لا مصلحتي انا ما ياخذ شيء. انا رجل ضعيف في العلاقات العامة، صحيح مع العلم اني اعلامي لكن ضعيف في العلاقات العامة، بمعنى اني تواصلي الدائم مع الرؤساء اول شيء هو نادر، حتى في وقت مسلي الصديق العزيز كزميل إعلامي تواصلي معه قليل، لكن في بعض الحالات تستدعي أتواصل معه إما بالتليفون أو بالواتس. بشكل عام سريعا أنا أقول لك كل رؤساء النصر حتى لو لم يحرزوا بطولات فكان لهم بصمات في تاريخ نادي النصر. تسببت وأنا أذكرها زين وحضرت جزء من الجلسة، تسببت يوم من الأيام بأنه ترشيح أو فوز طلال الرشيد بكرسي رئاسة نادي النصر، ومن ثم لم يكمل أبو عبد الله 24 ساعة غضب الأمير عبد الرحمن السعود رحمة الله عليه، نتيجة أنه كشف جزء من المخطط حقه عندك في عكاظ. تعترف أو لا تعترف؟ اعترف. أنا قل إيه ولا لا. طيب أقول لك أنا ما أقدر أقول إيه ولا لا كذا سريعة يا ماجد. شف في ذيك اللحظة كان في ترشيح وانتخاب على رئاسة النصر في مجموعة من النصراويين من أصحاب السمو الأمراء والسعادة، وفاز في التصويت والترشيح طلال الرشيد. أنا كتبت في ذيك الليلة، أنت تعرف عندنا جويل سنتان، أنت تعرف عندنا مشكلة في الطباعة، الطبعة الأولى والطبعة الثانية. الليل يلا ينتهي الساعة 12 وحدة، وأنت إعلامي وتعرف هالأمور، ترسل الخبر انه والله فاز بالترشيح طلال رشيد، ياتي بعد فتره يوم ثاني او في الصباح او في نفس الليله تغيير الانتخابات بطريقه او معينه لترشح اخر. انا كتبت المرشح منه كان طلال. طلال صرح تصريح الجميع عندك. الجميع اخذه، لكن يمكن عند لا عندك. انه طيب بيغير فلسفه معينه وسياسه معينه يراها هو كرئيس، وهذا طبيعي أني أخذ السبق الصحفي في رئيس. ماجد أنت أبو السبق الصحفي، لو حصل لك هذا الموقف تأخذه ولا لا؟ أخذه طبعا. أنت طيب كتبت يوم من الأيام عنوان فنقادة مدرب المنتخب يتعرض لحادث مروري، الخبر كان كاذب 100%. من اللي يقوله؟ أنا اللي أقوله. واتصل عليك منصور خضير الصباح وقال لك من قال لك هذا الكلام، واتصلت باللي أعطاك الخبر معاتبا، وطلع اللي أعطاك الخبر أصلا أيضا ملعوب عليه ولا صحيح. نسيت غير صحيح، صدقني ما أنا اللي أعطيتك الخبر بعد وتبغاني أسوي معك لقاء. أنا أجل أطلع. طيب في ناس ما تسويها أنت يا ماجد. والله العظيم لعب علي، والله لعب علي لما لقيت الرياضية انطبعت كلمتك أنت فأعطيتك الخبر يمكن أنت ناسي، وكلمك منصور الخضير الساعة 8 الصباح معاتبا، واتصلت بي وقلت لك أقسم بالله من الشخص اللي عطاني الشخص اللي موجودين اللي عطاني الخبر منهم أنا. أنت ثقة ولا لا؟ اللي موجودين خلاص. اللي موجودين مين؟ عمر الجمهور رحمة الله عليه، الله دباس الدوسري، عبد الرحمن الجماز، كنا في شقة دباس الدوسري. طيب آخر سؤال أو آخر سؤالين بالأصح، واحد يقول إنك كيف يعني تقبل على نفسك إنك تظهر الآن في برنامج يوتيوبي باسم نادي، يعني كأنك خلاص ما عاد أنت بإعلامي، أنت خلاص كأنك مشجع من المدرج جاي جالس على كرسي. من اللي يقدم البرنامج؟ زميل محمد شنوان. محمد شنوان عنزي ونعم والله ولا هد بالتراضع، أنا ماني متابع. أعطاني واحد السؤال بس هذا. البرنامج اسمه نصراوي صح؟ جلسة نصر. جلسة نصر، كيف تقبل على نفسك انك تحصل على نفسك في
إطار النصر، وأنت تقول أنا إعلامي ولي 30 سنة وأنا 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 وأنا. أنا دخلت الصحافة لأجل النصر، هذه معلومة يمكن ما حد يدري عنها يا ماجد. دخلت الصحافة حبا بالنصر، حبا ودفاعا عن النصر. بس ما قدرت تتمسك في هذا زمام الأمور في من هذا النوع إلا عندما أصبحت في 24. لا 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 لا، بالعكس، أنا كنت والحمد لله في عكاظ أمثل جبهة تصدي لمن يسيء للنصر. طيب. وكنت فاتح نافذة قوية للنصراويين في عكاظ. أنا بلا فخر، بلا فخر، عكاظ في المنطقة الوسطى تقترن بمحمد الغامدي في العمل الرياضي. بس هذا غرور. ما بغرور، هذا واقع. أنا يا ماجد ترى هذا غرور. طيب أنا بعلمك. أنا يا ماجد عملت بدءا من مراسل في عكاظ، ومررت بمحرر وبسكرتير تحرير وبرئيس قسم وبمدير تحرير، كلها في عكاظ من بدايتي حتى تقاعدي المبكر. فلذلك أنا بنيت اسم، والحمد لله كل نصراوي يثق في أخباري، فبالتالي أخباري. ليش ما استمريت كاتب في عكاظ بدل ما رحت الرياضية مرحلة؟ ما بغوك خلاص، ملوا منك؟ لا، شف أنت تعرف أول شيء رؤساء التحرير تغيرون وتتغير منهجيتهم ورؤيتهم، وغير كذا أنا ما عندي استعداد أعمل بدون مقابل حتى في عكاظ. لازم بصراحة أكون صريح، لازم يكون في مقابل أني أعمل في. أنا خلاص وصلت لمرحلة ما أبحث عن الإعلام ولا أبحث عنها. ترى أنا جيت تقديرا لك يا ماجد، تسلم. 30 سنة من العلاقة لا بد أني أقدرها في هذا الجانب. شكرا. ولا لو غيرك طلبت فلوس يعني. طيب آخر ناحية، ما رديت على جلسة نصر. جلسة نصر تقول دخولي لهال البرنامج تأكد مستقبلا ستكون هناك برامج بنفس الطرح في كل الأندية. طيب. وبالتالي ستشاهد الإعلاميين متواجدين في جلسات مثل جلسة النصر. جلسة النصر بدأ في القيادة والريادة، سيتبعه جلسة هلال وغيره. وعلى هالطاري أنت ما عاد صاروا التلفزيونات يدعونك في الفضاء عشان كذا توجهت للإعلام؟ لا لا والله، يجيك دعوات؟ يجيني دعوات بس أعتذر. طيب. بصراحة أول شيء أنا ما بحصري في جلسة نصر. ثانيا الجانب الآخر، إذا كان طلعة في الأسبوع أنا لا أحتاجها صراحة. طلعة يومية بالتليفون إذاعة، مع احترامي لا، إذا لم يكن هناك مقابل أنا أعتذر. وفي جلسة نصر مقابل؟ طبعا. يوازي اسمك وتاريخك؟ جدا، أنا مرتاح. طيب أخيرا، في ناس ترى بأنه مسألة عملك الشبه رسمي في النصر في اعتزال ماجد عبد الله ولا في البطولة الآسيوية، أوكي، إنها كانت تجربة لم تضيف للنصر الشيء الكثير، بس أنت جيت تترزز وتقول أنا محمد الغامدي، أنا المسؤول، أنا كذا. حرام عليك، أنا تعبت تعب كبير. لكن ماجد، أنت رئيس اللجنة الإعلامية في مهرجان الاعتزال، مين يا ماجد؟ ماجد أحمد عبد الله. خلاص. يعني كل حول ماجد ذول ما يمثلون شيء، حتى ريال مدريد اللي كان في الاعتزال، ماجد كان هو الجانب المضيء في هالمهرجان. فبالتالي محمد الغامدي عندما كان رئيس اللجنة الإعلامية ما يمثل حقيقة شيء في وجود هالأسطورة العالمية. محمد الغامدي شكرا لك. شكرا ماجد، الله يحييك.